السلام عليكم ومرحبا بكم أوان شعيب يرحب بكم بمناسبة اقتراب شهر رمضان، عروض رائعة في جميع محلات أوان شعيب. مرحبا بكم، شوفوا معايا هاد الميكسور، هذا نورمالمون هاد الميكسور بوحدو كيدير 180 درهم. اليوم حنا كنبيعوا لكم ميكسور وهاشوار ودراب وبانيو ديالو، اللي نورمالمون هاد لو باك هذا كيدير 399 درهم. أوان شعيب غيبيعوا لكم ب 150 درهم، 3000 ريال فقط، ثمن رائع وخيالي جدا. ميكسر، دراب، بانيو، هاشوار، كل شيء 150 درهم. كاين عندنا كذلك هاد الهاشوار سونيفير، مع الأسف قريبا غدا تقاضى، بقات عندنا شي حاجة قليلة في الستوك لأن الناس تفاعلوا معاه بشكل قوي جدا. هاشوار سونيفير كنبيعوا لكم جوج ديال لي هاشوار، كاس إينوكس وكاس ديال الزاج مع موتور واحد ديال لينوكس، فيها بزاف ديال الماس اللي كطحن الربيع، بصلة، مطيشة، اللحم، كل شيء بكليك واحد غادي تقدر تطحن بزاف ديال الحوايج اللي غادي يقدروا يستغرقوا ياك الكلمات تبلوكات ليا اللي غادي يقدر يستغرق لك اكثر من ساعه. هاد الهاشوار هادي كتختصر الوقت، كتختصر لك الوقت، وكتقدر تطحن بها بزاف د الحوايج. الثمن ديالها 199 درهم، 4000 ريال، ثمن خطير جدا. جبنا لكم كذلك هاشوار لا مارك كرافت 3 ايترو، يعني هاشوار كبيره وفيها بزاف ديال الماس، وزيدينكم مع هاد الموس هذا اللي كيطحن كذلك الثومه. هاد الباك كامل ديال الهاشوار 3 ايترو 190 درهم، جوج هاشوار سونيفير 200 درهم، 3 ايترو هاشوار كرافت 190 درهم، الهاشوار اللي كاس زاج والفوق ديالها اينوكس 120 درهم. يعني كنعطيوكم لو شوا، كنعطيوكم الاختيار باش انكم تختاروا الهاشوار اللي بغيتو. ومرحبا بكم. كاين عندنا كذلك العصاره ديال الليمون اللي غادي تحتاجوها بشكل كبير بزاف في شهر رمضان الكريم، بحكم اننا كنشربوا العصير ديال الليمون بزاف المغاربه كاملين. العصاره ديال الليمون لا مارك كرافت سي لا بون كاليتي، الثمن ديالها 90 درهم. مرحبا بكم. وكيف كتعرفوا ان هادشي ديال الضو كامل دائما كنقولها واكررها، كيبغي الاحتفاظ ومرحبا. كاين عندنا كذلك هاد لا مارك ايليت حتى هي سي لا بون كاليتي اينوكس، الثمن ديالها 120 درهم. الميكسور ديجا قلت لكم الثمن ديالو، ميكسور، هاشوار، دراب، بانيو، هاد الباك كامل 150 درهم. وهذا الشيء اللي كنوريكم دابا راه متوفر في جميع محلات اواني شعيب. مرحبا بكم. اليوم كذلك هاد الدراب كيرجع لكم من جديد، دراب سيبورا ديالو واعر، كتقدر تحطو حتى في الكونطوار ديال الكوزينه، كيدقال الكونطوار واقيلا في لافابو ديال الكوزينه. دراب اينوكس بجوج ديال اللعيبات اللي كيضربوا زائد جوج هاد اللعيبات. هاد الدراب هذا نورمالمون كيدير 250 درهم، اوان الشعيب غيحسبوا لكم 120 درهم، 2400 ريال كيرجع لكم من جديد. الدراب العادي اللي كيدير 120 درهم، اوان الشعيب دير ليه 60 درهم. وكاين عندنا كذلك الطحانه ديال العطريه الثمن ديالها 60 درهم، 1200 ريال. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا الكرام. انتم الان مباشره من محلات اوان شعيب على هذا البث المباشر عبر الفيسبوك، عروض رائعه، عروض خياليه، عروض زوينه. كننصح جميع الزبناء ديالنا وبزاف الناس اللي سمعوا النصائح ديالنا وتوافدوا على المحلات ديالنا باش يستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني شعيب في كاع المحلات ديالنا، في البرنوصي، في القريعه، في المحمديه، في المدينه، وكذلك في الحي المحمدي اللي متواجد فيه انا. هنا جايبين لكم البريستيج ديال الاواني المنزليه، كذلك جايبين لكم لي بانيني، لي هاشوار، داكشي كامل اللي كتحتاجوا بشكل يومي في رمضان. مرحبا بكم. كاين عندنا كذلك، ركزوا معايا مزيان، بانيني كبيره اللي كتهز ثلاثه ديال لي ساندويش صغار او جوج ديال ساندويشات كبار، واعره،
رائعة، الثمن ديالها 190 درهم، 3800 ريال. حصريا الثمن هذا ديال 190 درهم حصريا عند اواني شعيب، 190 درهم 3800 ريال. بانيني حتى هي العدد محدود جدا، قريبا غدا تقاضى 190 درهم. وكاين عندنا اينوكس وطيفال من الداخل، الثمن ديالها 200 درهم 4000 ريال. والمفاجاه هي اينوكس وغرانيت من الداخل، الثمن ديالها 220 درهم 4400 ريال، رائعه جدا. مرحبا بكم، مرحبا بكاع الزبناء ديالنا. هاد لي سوطاز ديال القهوه قريبا غيتقاداو. شوفوا معايا هاد الباكيه، هاد الباك هذا فيه فيه ثلاثه ديال الكيسان. نورمالمون هاد لو باك واحد كيدير 30 درهم، حنا غنبيعوا لكم اربعه ديال الباكيات ب 1000 ريال. ركزوا معايا مزيان، اربعه ماشي اربعه الكيسان، اربعه ديال لي باك ب 50 درهم فقط، يعني ثمن واعر. وما تزقلوش هاد الفرصه. كاين عندنا كذلك هاد لو باك ديال كريستال، كنقولوا ليه كريستال، هو ماشي كريستال اوريجينال دائما كنقولوها، الثمن ديالو 20 درهم. مرحبا بكم، كاين بزاف ديال الجديد عندنا. غنعطيكم الثمن ديال العجانه اليوم، غنعطيكم الثمن ديال لي بانيني ديال الشوايه، غنعطيكم الثمن ديال المقله العجيبه غرانيت. كاين عندنا اللي ماشي غرانيت، وكاين عندنا المقله العجيبه غرانيت. اليوم غادي نعطيكم الاثمنه ديال الكوكوطات اللي بزاف ديال الناس كيبغيو يعرفوا الثمن ديالهم. كذلك غنعطيكم الثمن ديال الكوكوطا اينوكس، وغادي نعطيكم الثمن ديال المقالي واي حاجه غادي تحتاجوها بشكل كبير في شهر رمضان. مرحبا بكم، او من غير شهر رمضان، نعت لكم المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي. عندنا اواني شعيب حي المحمدي بنو تاشفين، وعندنا اواني شعيب الحي المحمدي طلعه ديال الكوديه، اواني شعيب بنو تاشفين. المحل ديالنا هو هذا، جا في شارع بنو تاشفين، هذه البديه ديال شارع بنو تاشفين. ركزوا معايا مزيان، حنا حدا ستاسيون تراموي دوره المذاكره، حنا حدا ستاسيون تراموي بنو تاشفين. الى وصلتوا للستاسيون ديال التراموي دوره المذاكره اللي معروفه في الدار البيضاء كامله، حنا اونفاس مع ستاسيون توتال. ستاسيون توتال هو هذا، اواني شعيب بنو تاشفين مقابلين معاها، يعني النعت واضح جدا باش انكم تقدروا توصلوا عندنا، سواء من مدينه الدار البيضاء او خارج مدينه الدار البيضاء. دوره المذاكره هي هذه، ستاسيون دوره المذاكره، الى وصلتوا ليها غيبان لكم هنا ستاسيون توتال. حنا كتقطعوا السكه ديال التراموي كتلقاو ستاسيون توتال، المحل ديال اواني شعيب اونفاس معاه. هاد لا بروموسيون كاينه كذلك في المحل ديالنا اللي كاين في المدينه وفي القريعه وفي البرنوصي، وغنعت لكم بعد قليل كاع المحلات ديالنا. حاجه وحده اللي مطلوبه من الزبناء ديالنا كاملين، انكم تعطيونا بزاف ديال القلوبه، لانني دائما تنقول لكم القلوبه ديالكم هو الدعم ديالنا، القلوبه ديالكم هو الدعم اللي كيخلينا نجيبوا لكم ميكسور وهاشوار ودراب وبانيو، هادشي كامل عوض 399 درهم غتاخذهم 150 درهم 3000 ريال. لو بارطاج ديالكم والقلوبه اللي كتخليو لينا هو اللي خلانا نديرو لكم هاد الثمن. القلوبه اللي كتعطيونا والدعم اللي كتخليو لينا هو اللي خلانا نبيعو لكم جوج هاشوارات، كاس اينوكس وكاس ديال الزاج ب 4000 ريال. الدعم ديالكم والقلوبه اللي كتخليو لينا هو اللي خلانا نبيعو لكم بانيني كبيره ب 199 درهم، واينوكس 200 درهم، وغرانيت اينوكس 220 درهم. صراحه كاينه سلعه زوينه اليوم غادي تستمتعوا معنا. حتى ديجا غنقول لكم الثمن ديال الكوكو ديال البانيني ديال بزاف ديال اللعيبات، غنعطيكم الاثمنه ديال هادشي ديال بريستيج. مرحبا بكم ومرحبا بجميع زبنائنا الكرام. نكملوا معكم لا بروموسيو ديالنا. كاين عندنا كذلك هاد العشوار هادي، اينوكس من الفوق اينوكس من التحت، عاطينك مع الطحانه ديال العطريه، عاطينك مع الطحانه ديال العصير، وهاد الطحانه ديال العصير كتولي كاس على قبل الناس اللي كيديروا السبور. هاد لو باك كامل اللي فيه هاشوار، طحانه ديال العطريه، طحانه ديال العصير واللي كتولي كاس،
230 درهم، 4600 يعني ثمن واعر بزاف. كاين عندنا كذلك العجانة، اليوم جبنا لكم عجانة 5 إترو لا مارك إليت، يعني بون كاليتي لا مارك إليت معروفة في هادشي ديال الإلكترو ميناجير، الثمن ديالها فقط 700 درهم، عوض 1000 درهم ولا 1200 درهم ولا 900 درهم غتاخذوها فقط ب 700 درهم، 14000 ريال. بالنسبة للمقلة العجيبة، كانت عندنا واحد المقلة عجيبة في الحمر كدير 130 درهم، أنا أعطيكم الأثمنة ديال المقلات، هذه الثمن ديالها 130 درهم، 2600 ريال. وعندنا كذلك لا مارك ديسيني ماد إن إيطالي أوريجينال، الثمن ديالها 200 درهم، 4000 ريال. ديسيني ماد إن إيطالي أوريجينال 4000 ريال. وكاين عندنا كذلك ديال الجرانيت، جرانيت ديسيني ماد إن إيطالي أوريجينال زيد عليه ب 20 درهم، الجرانيت 220 درهم. كيف كيعرفوا وفيها جوج ديال، فيها ثلاثة ديال جلدات 220 درهم، 4400. كيف كتعرفوا أن كاين الزيادة في الأسعار في العالم كامل، ماشي غير في الأواني المنزلية، ماشي غير في المغرب، كاين الزيادة في الأسعار في العالم كامل، ولكن أواني شعيب مازال محتفظ لكم بثمن ديال البروموسيون اللي كنبيعوا لكم به في 2020. أول مرة درت لا بروموسيون في المقلة العجيبة، درنا بروموسيون دي سينيمات إن إيطالي 200 درهم. اليوم في 2021 في شهر 3 كنديروا لكم دي سينيمات إن إيطالي أوريجينال 200 درهم، يعني ثمن زوين بزاف. مرحبا بكم، ما عندكمش محلات في تطوان كنقرا التعاليق في هذه اللحظات، لا عندنا مدينة الدار البيضاء وكذلك مدينة المحمدية. مرحبا بالناس ديال كنقرا التعليق ديالكم ديال تطوان، اي واحد دائما في اطار اكثر مدينة متواجدة معنا بقوة فهاد اللايف هذا، اكثر مدينه متواجده معنا بقوه، كلشي كتب لينا في التعاليق المدينه اللي كتسكنوا فيها. مرحبا بكم يلا الاخوان كاملين، اكثر من 3000 واحد كيشوف اللايف دابا، بغينا اي واحد كيشوف هذا اللايف كتبوا لينا في التعاليق المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرف شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه في هذا اللايف. مرحبا بكم، محمديه، صفاء من الرباط، ايمان من طنجه، أم يحيى من مراكش، نجاة من مدينة الرباط، أم آية من مدينة وجدة. مرحبا، كنقرا التعليق ديالكم. حنان من سلا أو هناء من سلا، شيماء مليح من نواصر، تحياتي لعائلة مليح. مرحبا، دائما ما تنساوش أي واحد كيشوف هذا اللايف هذا كتبوا لينا في التعاليق المدينه اللي كتسكنوا فيها، لانني دائما تنقول لكم الدعم ديالكم هو القلوب اللي كتعطيونا لو بارطاج. ومرحبا بكم، نكملوا معكم لا بروموسيو ديالنا. العجانه قلنا 700 درهم، المقله العجيبه دي سينيمات ان ايطالي الثمن ديالها 220 درهم، البانيني قلنا هذه ب 190 درهم، اينوكس 200 درهم، اينوكس جرانيت 220 درهم. وكاين عندنا البانيني شوايه، لا هذه كتسير هكا حلا دابا، ها لا بلاتي حل سير خليها بحال هكاك، هاي كتولي شوايه بانيني جرانيت شوايه كبيره اللي كدير 500 400 درهم، اواني شعيب كيبيع لكم ب 330 درهم، 6600 ريال. مرحبا، الكوكوط كاين عندنا الخفيعه، عندنا جوج إترو، ركزوا معايا مزيان، كوكوط عندنا جوج إترو وعندنا ثلاثه إترو، عندنا الكوكوط عندنا جوج إترو وعندنا ثلاثه إترو وعندنا اربعه إترو وعندنا خمسه إترو وعندنا سبعه إترو وعندنا تسعود إترو. كلشي كيعرف ان الكوكوطات تزادوا في الاسعار، تزادوا في الثمن بشكل كبير،
راكم كتسولوا اللي مازال ما هبطش للسوق يهبط للسوق ويسول على الاثمنه ديال الكوكوطات، ولكن اواني شعيب مازال محتفظ على الثمن القديم ديال الكوكوط وبثمن ناقص قبل الزياده في الاسعار. الثمن ديال هاد الكوكوط 2.5، الثمن ديالها 180 درهم، 2.5 ب 3600، 3.5 ب 4000 ريال، 4.5 ب 4600، 5.5 ب 5000 ريال، 7.5 6000 ريال، و 9.5 6600، 330 درهم فقط. يعني زدنا نقصنا لها في الثمن. 9.5 اللي كنا دايرين لها 350 درهم، اليوم كنديروا لها 380 330 درهم، 6600 فقط. كوكوطا 9.5 ب 6600، يعني هاد الثمن هذا واعر. ديجا عندنا الكوكوطات فيهم ثمن واعر، ديجا عندنا لا بروموسيون في الكوكوط، ديجا كتحتاجوا الكوكوط بشكل كبير لا في حياتكم اليوميه لا في شهر رمضان الكريم. لهذا كنصح كاع الزبناء ديالنا اللي بغاو يتقداو الكوكوط، سارعوا 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 باش انكم تاخذوا الكوكوط عند اواني شعيب بثمن زوين. كاين عندنا كذلك الكوكوط اينوكس ثقيله واعره لا مارك لوكسوس، لو لوكس ديال الاواني المنزليه لا مارك لوكسوس، الثمن ديال 3.5 450 درهم و 8.5 600 درهم. عندنا جوج قياسات، 3.5 ب 450 درهم و 6.5 ب 600 درهم. كاين عندنا الطاجين بريستيج الثمن ديالو 50 درهم، عندنا الطاجين بريستيج كبير 70 درهم، عندنا هاد البونبونيغ 70 درهم، مقراج بالصفاي ديالو ديال الزاج كيتحط فوق البوطة 50 درهم، قرعة فيرزاتشي بريستيج كبيرة جوج ب 50 درهم، وعندنا أربعة ديال القراعي كبار 50 درهم. دائما أجدد الترحاب بجميع الزبناء ديالنا، مريم من البرنوصي، وصفات بديعة من حي المحمدي، رشيدة من السبيت، شكرا على الدعم ديالكم، الهراويين، مراكش، أزمور، كازا، إشراق، كتاقي واحد السيد سميتو ياسر بالقاري، وكتقول ليه المقلة العجيبة إذا ما عندكش خودها وتمنها زوين بزاف. شكرا إشراق، شكرا لكل واحد مني كيجرب السلعة ديالنا كيشكرها الناس أخرين، شكرا لكل واحد كيساهم في إشهار أواني شعيب، شكرا لكل واحد كيبارطاجي اللايف ديالنا، شكرا لكل واحد تكون مجمع مجالس في شي مجمع وكيجبد أواني شعيب. جميل جدا هادشي اللي ولينا اللي وصلنا ليه اليوم من بعد الله سبحانه وتعالى بفضل ديالكم انتوما. اسم أواني شعيب ولا كيتجبد في الجلسات ديال النساء والرجال، أواني شعيب ولا كيتجبد في التراموي، في الحمام، في السوق، في الجلسات العائلية، في المدرسة مع الصحاب والأحباب. وهذا تحدي نديرو معاكم، أي واحد كيعرف شي واحد سولو قولي واش كتعرف أواني شعيب، كاين اللي غتقول لك كنعرفو كنتبعو كنتفرج فيه، وكاين اللي غتقول لك كنسمع به. يعني اسم أواني شعيب الحمد لله أصبح ساطعا في المغرب، وهادشي كامل بفضلكم انتوما. راه دائما تنقولها من بعد الله سبحانه وتعالى، راه الدعم ديالكم انتوما اللي خلانا حنا نكون الاسم ديالنا معروف، الدعم ديالكم انتوما، وهذا الشيء هو اللي كيخلينا دائما تشجعوا باش نجيبوا لكم دائما الجديد. مرحبا بكم، شوفوا معايا هذا الكاس، هذا الثمن ديالو 50 درهم، باكيه فيها 12، الثمن ديال الريشه 60 درهم، كاين عندنا هذا الموديل هذا 70 درهم، هذا كذلك الريشه 70 درهم، كاين عندنا هذا الموديل ديال الكاس 70 درهم. صراحة كاين ناس لعبة زوينة رائعة، تويشية ديال الشباكية زوينة لا مارك كرافت، شي حاجة واعرة، نورمالمون كدير 300 400 درهم، حنا أواني شعيب غنحسبو لكم 140 درهم، 3800 ريال. صراحة كاينين عروض زوينة واعرة، كاين عندنا كذلك هاد الكاس هذا، عافاكم الله يرضي عليكم كاع الكليان ديالنا باش ما تقلقوش منا، ما كنبغيوكمش تقلقوا منا.
هاد الكاس هذا قريبا غيتقاضى. عافاكم اللي كيشوف هاد اللايف وتعطل بسيمانه ولا كسر وما لقاش، ما يكعش منا، ما يتقلقش منا، لانه السلعه دابا هادشي دابا هاد الكاس هذا متوفر دابا شهر ولا كسر، غادي يتقاضى في هاد اليومين، غيجيو الناس ما كيلقاوش كيتقلقوا منا، تقول لك وابين تشوف اللايف وما كاينش، لا لا لا، شهر وكين ولا كسر ولا شهرين، ودابا كنقول لكم راه قرب يتقاضى، سارعوا قبل نفادي المخزون. ثلاثه الباكيه ثلاثه الكيسان، حنا غنبيعوا لكم ربعه الباكيات ب 1000 ريال. هذا الكاس هذا كذلك قرب يتقاضى، باكيه كدير 700 ريال فيها 6، حنا غنبيعوا لكم ربعه الباكيات او ثلاثه الباكيات ب 1000 ريال، ثلاثه الباكيات ب 50 درهم حتى هو قريبا غيتقاضى. لو باك كريستال 20 درهم مازال متوفر شيئا ما، هادو هادو وما هادو، وحده جوج كنزيدو الثالثة وكنزيدو الرابعة 200 50 درهم 50 درهم 200. صراحة كاينة سلعة زوينة واعرة، شوفوا معايا البراد في ثمن واعر كيبدا من 130 درهم، شوفوا معايا هذا المقراج الملون الثمن ديالو 60 درهم، 1200 ريال رائع 60 درهم، شوفوا معايا لا تيرموس، تيرموس 120 درهم 2400 ريال. كاين عندنا كذلك واحد الترموس ها هو الثمن ديالو 150 درهم بريستيج واعر. كاين عندنا هذا البلاطو على جوج كيدير 70 درهم، مرحبا بكم، مرحبا بكاع الزبناء ديالنا. قبل ما نكمل معكم لا بروموسيون عافاكم، غادي نعطيكم النعت ديال المحلات ديالنا باش تقدروا تستافدوا من لا بروموسيون ديالنا. يا سلام، 143 الف ابوني، شكرا، 143 الف ابوني حقيقيه، الالاف ديال المشاهدات، تنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم اللي كتعطيونا. بغينا اي واحد كيشوف هذا اللايف هذا ما تنساوش كلشي يعطينا قلب، كليكي على جيم، كليكي على جيم، كليكي على قلب، كليكي على لايك، لان الضغط على جيم كيدعمنا بزاف. شكرا لكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا الكرام على هذا البث المباشر عبر صفحة أواني شعيب، لاباج ديالنا هي هادي. مرحبا ب 3089 واحد كيشوف اللايف، كليكين على لايك جيم، شكرا، جيم جيم جيم، وما تنساوش لو بارطاج، هاي بارطاجي، خصني نبدل لافيشور ديال 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 التليفون. بارطاج اكريغ اون بيبليكاسيون اي بيبلي، ساهله، بارطاج ترن بيبلي، واللي عنده تليفون بالعربيه غتخرج هنا مشاركه، من بعد مشاركه غيكليكي على نشر. مرحبا بكم، دائما اجدد الترحاب، غنعت لكم المحلات ديالنا الاخرين باش تقدروا تجيو تستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني شعيب. هاد لافيش هادي عاطين لكم العناوين كاملين كيف كتشوفوا، اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا قريب شويه الكره الارضيه، إلا وصلت الكرة الأرضية سولوا على أوتيل مامون أو سينما لوتيسيا، حنا أونفاس معاها. أوان الشعيب القريعة قريب الرومبو ديال مالي البونج أو دولي دول، توصلوا الرومبو ديال مالي البونج سولوا على مصرف المغرب. أوان الشعيب المحمدية إلا وصلتوا الجوطية سولوا على تيليبوتيك عيشة. أوان الشعيب البرنوصي، أوان الشعيب البرنوصي الثاني، أوان الشعيب الحي المحمدي بنو تاشفين، أوان الشعيب الحي المحمدي اللي جي حدا الكودية. مرحبا بكم، ثم الان دابا مباشره من اواني شعيب الحي المحمدي، مرحبا بكم، المحل ديالنا هو هذا اواني شعيب بنو تاشفين، المحل ديالنا مقابل مع ستاسيون ديال التراموي، مقابل مع ستاسيون بنو تاشف، مع ستاسيون بنو تاشفين، مقابل مع ستاسيون ديال التراموي الكودية. هنا كاينين الطاكسي ديال السبيت بن سليمان الدروه الكارا، إلا وصلتوا لهنا سولوا على ستاسيون توتال، ستاسيون توتال اللي في حي المحمدي اللي في شارع بنو تاشفين، ستاسيون توتال اللي حداه بيترومين، ستاسيون توتال اللي حدا وينكسو، ستاسيون توتال اللي حدا دورة المذاكرة، ها هو ستاسيون توتال، ها أواني شعيب، أواني شعيب حي المحمدي، مرحبا بكم، مرحبا بكاع الزبناء ديالنا. كاين عندنا كذلك هذا الكاس هذا الثمن ديالو فقط 35 درهم 700 ريال واعر. كاين عندنا كذلك هذا الموديل ديال الكاس الثمن ديالو 50 درهم 1000 ريال.
كاين عندنا كذلك هذا البلاطو هذا بريستيج الثمن ديالو 50 درهم 1000 ريال. كاين عندنا كذلك بزاف الناس كيقولوا لي شعيب بغينا بلاطو ما كيصديش، بغينا بلاطو اللي ما كيخسرش. كنوريكم هاد لي بلاطو ديال الرويال ديال الفضه كنبيعهم بشكل كبير بزاف. هاد لي بلاطو ديال الفضه زوينين ديال الضياف عندنا في الذهبي، ولكن هاد البلاطو هذا باش نكونوا صريحين مع الكليان ديالنا، حنا في محلات اواني شعيب كنبغوا نكونوا نزهاء مع الزبناء ديالنا. ما يمكنش لي انا غنعطيك بلاطو كنبيعو كيصدي لا بقى فيه الماء ونجي نكذب عليك، ما يمكنش. هاد البلاطو ديال الفضه ديال الرويال عندنا في حالو في الدار ما صداش لينا، ولكن الا ما احتفظتيش عليه صدي لك لاله، باش نكونوا صريحين وما نبداوش نكذبوا على الكليان. دائما كنحاولوا كنديروا كل ما في جهدنا، ماشي كنحاولوا كنديروا كل ما في جهدنا باش نرضيوكم، ولكن بالحقيقه هاد البلاطو ديال الفضه ديال الرويال زوين، كيشريوه المغاربه كاملين، كاين اللي واخدو ب 200 درهم 230، كاينين الناس احتفظوا عليه ما قاسوش الماء راه ما خسرش اليوم، ولكن الا قاسوا الماء وبقى فيه الماء راه كيصدي. كيجيو عندي ناس يقول لي شعيب لا حنا بغينا بلاطو اللي ما غيصديش، جبنا لكم بلاطو ما كيصديش. اسمح لي هذا راه كيشريوه الناس زوين اللي بغى للضياف 170 درهم، البلاطو ديالو تا هو 170 درهم، اللي فيه الذهبي 180 درهم زيد 10 درهم. الا بغيتي بلاطو ما كيصديش غادا تاخذي لا مارك تيتانيك. هاد لا مارك هاد البلاطو اللي كاين في كل بيت مغربي كيف كتشوفوا، غير هو الديكور ديالو سامبل، يعني الديزاين ديالو والستيل ديالو كيبان زعما سامبل مي زوين، ومي حتى في الديكور ديالو ما بيش، غير هو في لا كاليتي راه ما كيصديش كاع، يعني واخا تخلي فيه الماء واخا يبات فيه الماء، لانه لا مارك تيتانيك اينوكس اوريجينال. هاد البلاطو هذا فيه بزاف القياسات، فيه الصغير ديالو كيدير واقيلا شي 70 درهم تجيبوا لي على برا، كاين اللي كبر منه كيدير شي 120 درهم، وعندنا النمره 55 هي هادي كبير هذا كيدير 130 درهم 2600 ريال. بلاطو تيتانيك النمره 55 130 درهم 2600. ساري هذا البلاطو هذا مع الاسف مؤخرا ولا كينزل بالزربه كيتقادى. الا لاحظتوا واحد القضيه اللي سولتوا عليه في السوق راه قليل شويه، مي حنا جبناه لكم. هذا الثمن ديالو 70 درهم وهذا 130 درهم. وكاين عندنا الكبير ديالو، راه لي اخويا نحطو هنا بلاتي، راه لي هذاك، راه لي راه لي غير باش الناس يشوفوا. والكبير ديالو 140 درهم 3800، كيهز جوج برارد كبار وكيهز بزاف ديال الكيسان. ارى ليا انت اعطيني الصغير ديالو، شو لا الصغير ديال المسوس، شو كيفاش كيجي، ها هما كيجيو فيه جوج بارد وكيجيو فيه بزاف ديال الكيسان. الثمن ديالو 140 درهم 2800، وكاين عندنا هذا ب 2600، وهذا الموديل هذا كيدير 70 درهم. كاين عندنا كيسان، كاين عندنا بريردات كيبداو من 50 درهم، هذا الثمن ديالو 50 درهم 1000 ريال، هذا 60 درهم 1200، النمرة 10 65 درهم 1300، النمرة 12 لا النمرة 4 ب 50، النمرة 6 ب 60 ما بقاش، والنمرة 8 ب 65 درهم، والنمرة 10 70، والنمرة 12 ب 80، والنمرة 14 ب 90، والنمرة 20 ب 100 درهم الكبير ديالو 100 درهم. هذا النمرة 16 فيهم ثمن زوين، البراد توا فيه ثمن، المقراش فيه ثمن زوين كيبدا من 80 درهم، هاد البراد توا فيه ثمن زوين كيبدا من 90 درهم 100 110 120. بغيت الوقفة لا زعما عاود ديرها شوف عاود ديرها لا 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 دير دير الوقفة دير مرحبا بكم الله يحفظك، تحية السياسي المنور مرحبا بكم منور بوجودك، تحياتي الظرافات وحسن المعاملة
كيتواصلوا معايا الزبناء دائما تقولوا لي ياسين في حي محمد الله يعمرها دار. كاين عندنا السي بدر حتى هو تحياتي ربيع اسمع ليا. ومعنا كذلك هذا العنصر تحياتي الدقراد يا خويا مرحبا ومنسوا السي بدر الباج اخويا نشوف الباج شنو فيه نشوف. جميل جدا هادشي اخويا جميل جدا مرحبا. عفاكم بالنسبه للكليان راه من الصباح هما كيقولوا لي قول للكليان يجيبوا معاهم ساشيه. بالنسبه لجميع الزبناء ديال اوان شعيب عفاكم باش لو سيرفيس يكون سهل باش انكم من تقداو تقدروا تمشيو بسرعه. اي واحد كيجي يتقدى عندنا الا عندكم خناشي كبار ديال اللي كتقدروا تهزوا فيهم الخضره اللي كتقدروا تهزوا فيهم الحوايج كيكونوا كبار جيبوهم معاكم باش ملي تقداو ديروا السلعه ديالكم في داك الشيء. عفاكم الله يرحم لكم الوالدين كنشكركم بزاف على التعاونكم ديالكم معنا. اي واحد كيبغي يجي يتقدى عند اواني شعيب جيبوا معاكم ساشيات كبار فين تقدروا تهزوا السلعه ديالكم ومرحبا بكم. بزاف اللعيبات بلاتي واحد البلا واحد التفصيل زوين فيه بروموسيون واعره. شوفوا معايا التفصيل هذا تفصيل ناضي 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 كنادي التفصيل هذا. لا شوف شوف عفاك غادي تطفي لي الضوء تطفي لي السينتات شتيهم ياك. زيد دابا صافي شويه كاينه شي حاجه هنا كتعطي الترقيصه. لا لا غير شاعل ماشي مشكل. كاين عندنا التفصيل هذا نورمالمون التفصيل هذا واحد كيدير 20 درهم. اليوم غنبيعوا لكم ربعة ديال الطباصيل ب 1000 ريال. ربعة واحد جوج ثلاثة أربعة ديال الطباصيل ب 50 درهم. خلي أخويا الناس يتبرعوا خلي الناس تبرع أخويا. ربعة ديال الطباصيل ب 50 درهم وكاين عندنا هاد المحبب كنبيعوا ربعة ب 1000 ريال ب 70 درهم. دابا ملي كنقرب شي حاجه بيضاء كيعطي هاد اللعيبه. وهادو ربعه ب 50 درهم هادو ثلاثه 60 درهم. ليمول 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 يا سلام هاد المول هذا واعر. نورمالمون هاد المول هذا جوج كيديروا ب 130 درهم 120 درهم. اوان شعيب غيبيع لكم جوج مولات ب 1200 وهاد المربع حتى هو كنبيعوا جوج مولات ب 60 درهم. كاين عندنا هاد التفصيل هذا كنبيعوا ثلاثه ب 50 درهم. مرحبا بكم مرحبا بجميع الزبناء انا الكرام على هذا البث المباشر عبر اواني شعيب. جوج مقلات فقط ب 70 درهم. كاين عدد المقلات قيله واعره لا مارك تاتش واعره كنبيعوها غير ب 70 درهم خطيره جدا. القياس الصغير ديالها 70 درهم وكتبداو تزيدوا ب 10 درهم 70 80 90 100 والكبيره ديالها 120 درهم. الكوكوط قلنا لكم 3600 4000 4600 5000 5600 وكاينه ديال 300 درهم وكاينه ديال 330 درهم. كاينه عندنا لينوكس عندنا العجانه عندنا سلعه زوينه رائعه. كنصح جميع الزملاء ديالنا الكرام الافاضل اي واحد بغى يستافد من لا بروموسيون ديال اواني شعيب مرحبا بكم. بزاف اللعيبات ما قدرتش نبينهم لكم. عندنا جوج كيسان جوج بلاندرات ديال العصير طحانات اللي كتحتاجوهم في رمضان. هاد الكاس هذا راه ايس يعني كيطحن الثلج. الثمن ديالهم فقط 240 درهم 4800. كاين عندنا هاد ليمول هادو الثمن ديالهم فقط 60 درهم 1200 ريال. كاين عندنا لي بلاطو عندنا الكيسان الكيسان كيبداو من 50 درهم 60 درهم 70 درهم. كاين عندنا بزاف ديال الموديلات بزاف ديال الاشكال بزاف ديال الاختيارات. اربعه ديال القراعي الثمن ديالهم فقط 1000 ريال. كاين عندنا كذلك التفصيل هذا راه قرب يتقاضى ستوك محدود جدا. تفصيل فيه 32 ديال لي سنتيم وكنبيعوا لكم اربعه كنبيعوا لكم ثلاثه ديال الطباصل ب 50 درهم ثلاثه ديال الطباصل فقط ب 1000 ريال شفت بحال هكا. والغارق ثلاثه ب 60 درهم. دائما اجدد الترحاب من المحل الجديد ديالنا اللي في الحي المحمدي اواني شعيب بنو تاشفين. المحل ديالنا هو هذا اواني شعيب بنو تاشفين. اي واحد بغى يجي عند اواني شعيب بنو تاشفين اواني شعيب الحي المحمدي غتسولوا على ستاسيون دوره المذاكره ديال الترامواي ستاسيون بنو تاشفين راه مقابلين مع بعضياتهم
كاين هنا ستاسيون دوره المذاكره هي هذه، وهنا كاينه ستاسيون بنو تاشفين. حنا جينا اونفاس مع لي ستاسيون ديال الغازوال، هنا كاينه ستاسيون توتال حنا اونفاس معها. كاين عندنا كذلك اواني شعيب المدينه، ركزوا معايا مزيان، المحل ديال اواني شعيب المدينه. الى وصلتوا الكره الارضيه، قبل ما نبدا بالمدينه نهضر على الحي المحمدي، وريتكم هذا المحل. كذلك اواني شعيب حي المحمدي اللي جا في الطلعه ديال الكوديه، راه مازال في لا بروموسيون، مازال في السلعه يعني. فقط حاولنا نتسعوكم اكثر بحكم الضغط اللي كيكون معاكم، لهذا حاولنا نتسعو اكثر وجينا واللي عندنا بنو تاشفين، وكذلك المحل ديالنا اللي في الطلعه ديال القيصريه اللي مقابل مع صالون زينب القديم او جامع بالقاضي. اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا في المدينه مقابل مع اوتيل مامون او سينما لوتوسي اللي في البرنس ديال كازا. برنس معروف، برنس ديال كازا، برنس ديال كازا اللي حدا اللي قريب الحياه ريجينسي، اللي قريب الكره الارضيه، اللي قريب لجردة الحمام. حنا اونفاس مع اوتيل المامون. المحل ديالنا في القريعه الرومبو ديال مالي البونج، الى وصلتوا ليها سولوا على اواني شعيب، حنا ملاصقين مع قهوه لو بولفار. المحل ديالنا في البرنوصي كاين جوج محلات، المحل ديالنا اللي ملاصق مع استوديو ياسين في الدخله ديال البرنوصي، ومقابل مع الدار اللوراني ديال اعداديه الطارق. اعداديه الطارق ماشي مدرسه الطارق، اعداديه الطارق، وملاصق مع استوديو ياسين. والمحل ديالنا اللي جا الاخر هو القديم ديالنا معروف، مقابل مع الدهر اللوراني ديال ثانويه بنو شهيد، راه حاطين لكم فيديو. وكاين كذلك المحل ديالنا اللي في مدينه المحمديه، الى وصلتوا الجوطيه حنا اونفاس مع تيلي بوتيك عيشه. اواني شعيب مدينه المحمديه، الى وصلتوا الجوطيه حنا اونفاس مع تيلي بوتيك عيشه. نسيت شي محل كلهم قلتهم ياك. الى دخلتوا لاباج ديالنا ديال الفيسبوك، وهادي راه حاطين لكم فيديو، حاطين لكم فيديو كنعتو لكم المحلات ديالنا كاملين بالصوت والصوره. كيف كتشوفوا بادين من البرنوصي وغادي للقريعه المحمديه الحي المحمدي. مرحبا بكم، مرحبا بكاع الزملاء ديالنا. بغينا اي واحد كيشوف هذا اللايف هذا عطينا قلب هنا، دعم هذا اللايف بقلب، وما تنساش لو بارطاج. عندي واحد السؤال عفاكم، عندنا واحد ثلاثة ديال لي بانيني، عندنا بانيني 190 درهم اللي فيها بلاستيك من الفوق وطيفال من التحت. بغيت نسولكم شكون هي احسن بانيني كتفضلوا، يعني ملي كنقولوا لي كتفضلوا غتختاروا ما بين الثمن والبانيني. بانيني هذه غنسميوها رقم واحد، كدير 190 درهم فيها الطيفال وبلاستيك من الفوق. هذه 200 درهم فيها اينوكس والطيفال غنسميوها رقم جوج، وهذه 220 درهم فيها اينوكس وغرانيت رقم ثلاثة. شكون احسن بانيني عجباتكم رقم واحد، وشكون اللي نوفروها اكثر؟ رقم واحد 190 درهم، رقم جوج 200 درهم، رقم ثلاثة 220 درهم. يلا الاخوان كاملين بغيناكم تشاركوا معنا بالتعاليق ديالكم بالراي ديالكم. 190 درهم رقم واحد، 200 درهم رقم جوج، 220 درهم رقم ثلاثة. كاين عندنا كذلك هاد لو باك ديال الكريستال 120 درهم، أربعة الباكيات 50 درهم، ثلاثة الباكيات ديال الكاس 50 درهم، طاجين 70 درهم، براد اللي كتحط فوق البوطة 50 درهم. شوف هاد البلاطوات شحال زوينين ديال الرخامة، جوج ب 70 درهم، 1400 ريال. كاين عندنا هاد البلاطو مع الأسف التقاده ما بقاش، باقي فيه شي حاجة، الثمن ديالو 60 درهم، 1200 ريال، باقي فيه شي حاجة قليلة بزاف. وكاين بعض المحلات اللي تقاد فيه، كاين عندنا هاد الميزان هذا، الثمن ديالو 60 درهم، 1200 ريال، كوفير دو طابل فيها 6 العواشق كبار، 6 العواشق صغار، 6 الفرشيطات، و 6 ديال الماس 180 درهم. عندنا كذلك هاد الكوفير دو طابل، لا مارك لوكسيس هو واعر، كيدير غير 70 درهم، 1400 ريال. عندنا هاد الجوج ترموسات الثمن ديالهم فقط 150 درهم. عندنا هاد لي بلاطو ديال الزاج بالمرايه بريستيج واعرين، الثمن ديالهم 120 درهم،
2400 ريال، والكبير ديالو كيدير 150 درهم. كاين تبارك الله لو شوا، كاين الاختيار، كاين ما يدير. اللي بغى يتقدى الاواني المنزليه مرحبا، اللي بغى يتقدى الاواني مرحبا سيدي الله يحفظك، اللي بغى يتقدى الاواني المنزليه. نعم دابا في كتسكنوا؟ ايوا قراب قراب. واحد المره درت واحد اللايف، واحد السيده كتقسم بالله قالت لك جات من الرباط، وانا وصلت تقريبا 40 دقيقه. اه قلت لك ما مشي، وقال يلا تمشي، حتى هو قال لك يلا غتشوف غتستمتع عليا بلا بروموسيون ديال الاواني شعيب. مرحبا بكم، بحال بحال بجوج من المحلات. مرحبا، تستاهلوا كل الخير. وفراتك واحد القضيه، واحد السيده قالت لي واحد الكلمه زوينه، قالت لي كنقرا في لي كومونتير بغينا الكادو، قالت لي اواني شعيب كادو، حنا كادو ولا لا؟ هذا الرخا ماشي كادو. مرحبا بكم، شكرا. دائما اجدد الترحاب مباشره من اواني شعيب. مرحبا بجميع الزبناء ديالنا الكرام. واحد السيده قالت لي السلام عليكم، بارطاجيو هذا الكلام في اللايف ديال داباش باش يوصل الاستاذ شعيب. تقديت من عندكم، بقات عندكم كرتونه، بقات عندنا كرتونه ولا لا؟ شوفي نورمال فاتي، بقات عندنا كرتونه وانتي مشيتي. مرحبا بك لاله. شوفي الا تقديتي عندنا ونسيتي عندنا شي حاجه، راه السلعه ديالك في الامان. مرحبا، فقط حاجه وحده اللي غتطلب من الوليدات اللي عندنا المحل اللي تقديتي منه، غادي تعطيهم لادات ديال النهار اللي تقديتي فيه، وتعطيهم الساعه، وغيرجعوا الكاميرا وغيشوفوا الكرتونه فين بقات محطوطه. ومرحبا، كوني هانيه لاله. السلعه ديال حنا بغينا غير الحلال، حنا كنجيرو غير على قبل الحلال. نسيتي شي حاجه في المحل راه غادي نخليوها لك. دائما مرحبا بكم، كاينين عروض زوينه. بسرعه بسرعه بسرعه، قطاره ديال العطريه 60 درهم، ضرب واعر 60 درهم، ضرب بالسيبوره ديالو 120 درهم، ضرب وميكسور وهاشوار وبانيو 150 درهم ثمن خيالي، هاشوار زاج كاس اينوكس بزاف ديال الماس 120 درهم، هاشوار اينوكس من الفوق ومن التحت وبزاف ديال الماس، اللي كطحن الربيع بسلامطيشة مع دراب مع موس مع اللي كطحن الثومة، هادشي كامل. وثلاثة ايترو ماشي جوج، ثلاثة ايترو 190 درهم، حيت كانت عندنا جوج ايترو كدير 160 درهم. كاين عندنا جوج هاشوارات ب 200 درهم، مقلة العجيبة 200 درهم اللي كدير الشباكية 140 درهم. كاينه سلعه زوينه واعره بزاف. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا الكرام. كاينه بزاف السلعه ما قدرتش نوريها لكم مع الاسف. عندنا بريردات زوينين في ثمن واعر، عندنا تيرموسات واعرين في ثمن زوين، عندنا المقالي، عندنا هذه واعره صاحبي خصني نبينوها، جبدها لي عافاك بعجاله حيت غنحبسوا اللايف دابا. عندنا كوكوطات واعرين، عندنا كاسرونات ديال لينوكس، الطباسل على الانواع والاشكال، حرام من بينش التفصيل هذا حشومه. طبسين نمره 40، شد معايا بحال هكا، التفصيل هذا فيه 40 ديال لي سنتيم، نورمال واحد كيدير 60 درهم، حنا غنبيعوا للكليان جوج ب 60 درهم، وجوج طباسل ب 60 درهم، والنمره 45 سنتيم اللي نورمال واحد كيدير 70 درهم، حنا غنبيعوا لهم جوج ب 70 درهم. كاين لو شوا، كاين الاختيار، تبارك الله، طباسل على الانواع والاشكال. بريستيج، المولات، الضراب، الطحانات، العلاقات ديال العطريه، شوفوا هاد الجرانيت هادي باقا 150 درهم، 3000 ريال واعره حتى هي. لي بانيني، لي هاشوار، كاين لو شوا، كاين الاختيار، كاين ما يدار في المحل القديم ديالكم. هادي ديما نبقى نقولها في اي لايف، سمحوا لي الناس اللي ديجا سمعوني. قلتها واحد السيد جا تقدى عندي وهو يقول لي، جمع المدام ديالو وقال لي تبارك الله كاين ما يدار، لان شاف الاثمنه وشاف الاختيار وشاف السلعه، شاف الكاليتي، شاف الاثمنه الواعره، وبقى كيشوفك ومع المدام ديالو وهو يقرب عندي ويقول لي تبارك الله كاين ما يدار، وانا نقول لي مرحبا. بقات المدام ديالو كتقدى وقالت لي المدام ديالي، المدام ديالو راه فين ما كيمشي معايا لشي بلاصه ما كيبغيش يتسناني، كيبقى يزرب فيا، تيبقى يقول لي بارك عليك، ولكن اليوم عجبو الحال، وحتى انا عجبني الحال، لان راجلها عجبو الحال، ولان هي عجب الحال. مرحبا، ارى لي
اي 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 بالعكس التسلعه اللي كتشوفوا دابا كاينه متوفره في كاع المحلات ديالنا. واحد السيده كتبات ان المحل اللي في القريعه ما فيهش السلعه. بالعكس اوان الشعاب القريعه متوفره في كاع السلعه كاع لا بروموسيون. حاجه وحده اللي كنطلبوا منكم ملي كتشوفوا كتشوف ملي كتكونوا كتشوفوا لايف لي لايف حاولوا انكم ديروا سكرين لي زارتيكل اللي عجبوكم ووريهم للوليدات اللي عندنا. بحال دابا جيتوا عند ياسين ولا جيتوا عند حميد ولا جيتوا عند الدراري امين وريهم السعر وريهم يجبدوا لكم داكشي كامل اللي خصكم. شوفوا معايا هاد المقله واعره حتى هي كتدخل الفران بالغطا ديال الزاج ديالها رائعه. الثمن ديالها كتبدا من 110 درهم 120 130 والكبيره ديالها 140 درهم. كاين عندنا بزاف ديال العيبات غنسولكم كذلك عافاكم بغيتكم تختاروا ليا شكون هي الهاشور المفضله عندكم. واش ديال الزاج 120 درهم ولا اينوكس 3 اترو 190 درهم ولا سوني فيرفي جوج كيسان 200 درهم. يلا الاخوان بغينا كلشي يشارك معنا في التعاليق. ديال 120 درهم غنسميوها رقم 4، 190 درهم غنسميوها رقم 5، وديال 200 درهم غنسميوها رقم 6. كلشي يكتب لينا في التعاليق شكون هي اكثر هاشوار عجباتكم وبغيتو تاخذوها. كنديروا الجمله عندنا لا بروموسيون عندنا كلشي صراحه. كاينين البرامج كاين ما يدار السياسيين الا ورينا للكليان السلعه اللي كاينه في المحل كامل ما غاديش نساليو. الناس اللي دخلوا دابا اللايف دابا حاولوا انكم تفرجوا في اللايف من البدايه ديالو باش تقدروا تشوفوا اللايف كامل باش تقدروا تستافدوا من لا بروموسيون كامله. 12 الليل دابا بركه علينا. شكرا لبزاف الناس اللي سهروا معنا. 2500 لايك شكرا. شوف شحال ولات 2900 لايك شكرا. اي واحد كيشوف هذا اللايف هذا عطيونا قلب هنا. كلشي يدعم هذا اللايف بالقلب كلشي كليكي على قلب وما تنساوش بارطاج بارطاج اكريغ اون بيبليكاسيون اي بيبلي. عبد الرحيم تيقول ان تيقول جات الوالده من تاونات وتقدات من عندكم المحل داكشي رائع. شكرا شكرا بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم. تنصح كاع الزبناء ديالنا اللي كيشوفوا لا بروموسيون ديالنا جيو تستافدوا من السولد. رمضان ما بقى ليه والو. ملي كيقرب رمضان كتقلال السلعه، ملي كيقرب رمضان كتغلى السلعه، ملي كيقرب رمضان كيولي الزحام وكلشي باغي الماعن، كلشي باغي يتقدى، كلشي باغي يشري، كلشي خاصين الطباصل، كلشي خاصو البانيني، كلشي باغي يشري العشوار. كنصح كاع الزبناء ديالنا انكم من دابا استغلوا هذه الفرصه هذه باش انكم تجيو تستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني شعيب. ما حد رمضان مازال شويه ماشي بعيد، رمضان ما بقى ليه والو، مازال تقريبا شهر يمكن ابتداء من الخميس، غادا تبقى اقل من شهر لشهر رمضان الكريم، واواني شعيب بمناسبه الشهر الكريم كنديروا لكم عروض واعره، دي بروموسيون سبيسيال، اثمنه خطيره، كاين الاختيار، كاين السلعه، كاين لو شوا، لي بانيني، لي هاشوار، لي بلندر، لي ميكسو، القراعي، تباصل كل شيء. مرحبا بكم كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. نتلاقاو معكم ان شاء الله في لايف اخر. وما تنساوش بغينا اي واحد كيشوف هذا اللايف هذا دعموا هذا اللايف عطيونا قلوبه بارطاجيو. وما تنساوش تكتبوا لينا في لي كومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه في هذا اللايف. شكرا مرحبا بكم السلام عليكم وفي امان الله. تحيه السياسيين مرحبا. بارطاج كلشي بارطاجي اللايف بارطاجي ولايك لايك 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 جيم 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 جيم. شكرا لكم مرحبا بكم كلشي بارطاجي هذا اللايف لانه لو بارطاج ديالكم هو الدعم الاواني شعيب تحت شعار رمضان شهر رمضان او الطابله ديال رمضان الطابله ديال رمضان برعايه اواني البريستيج مع اواني شعيب. مرحبا بكم شكرا السلام عليكم. ما تنساوش لو بارطاج وفي امان الله ونتلاقوا في انستغرام.